بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح مسلم، باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على سورته. وحدثني أبو الربيع الزهراني درسي أفرتمي سديت الرجل أفرتمي سديت بيكون دران جرتنسن كيسن بابا نقابو هي كومالي. وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا عباد بن العوامي حدثنا الشيباني قال سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل زر كان ننقف لجيش ربي ترى فكابني بوبولا بوبولا ما تأي قد ياتشو كيست كهجا بوبو ولدت دياتو إرغت دياتسون أينيو أو أدنى بلدنا. قال أخبرني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح جتشان أو ديس. نبي ربي جبريل جبريلي كان أرجي قولوا يوكا قبلان إبا جها إساف كجر جتشو وكان قاب قوسين أو أدنان جبريلي جتشو ساتي أو بمعنى بل kita kau saya ini kau boleh men walid diatur inwau gadi diate gadi diate uvena Muhammad itu wahid abadu. Hadasna Husn bin Yasin an Shaybani an Zirrin an Abdullah qala ma kadzaba al fuad ma ra kadzaba al fuad ma ra lam yakdhib فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم ولا قلبه ما رأه ببصره من سورة جبريل عليه السلام. أما الأولى نافية والثاني موصولة. ما قال فؤاده لما رآه لم أعرفك ولو قال ذلك لكان كذابا. ما كذب الفؤاد ما رأه ببصره أي لم يكذب فؤاد محمد لا لم يكذب فؤاد محمد ونن ابو محمد وان كجيب سيسنا ما رآه وان جسات أرقسا قلبي ساتنس نمر قوم سيجتم ما لتولي ربي قرق درا هدو أرقى قفسا. قال رأى جبريل عليه السلام وله 600 جناح وما كمان ما تكرج ونسو وان سري تيم تجده وان أرجسان إن كجيب سبنا يجون حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني سمع زر بن حبيش عن عبد الله قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى جبريل في سورته له 600 جناح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مصهر عن عبد الملك عانتين عن أبي هريرة ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جبريل عليه السلام نزلة أخرى مرة أخرى يرى برو كيسة تيس أرجيت جرا جبريل كان نبي محمد عليه الصلاة والسلام وذلك أنه رآه في سورته مرتين ترى لم أرجيت جرا مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى هكذا قاله أكثر العلماء ترى تكا تشيك يسترك ترى تكا مو سدرة المنتهى برت أرجيت جرا. طيب باب في ذكر الدجال في ذكر الاختلاف هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه جاتشوك يا ستي نبي محمد ربي سأل قبل أقر جاتشوك يا ستي ولبي جردبتهم. باب في ذكر الاختلاف هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه كيسن باب معنى قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء.
ربي سارجي جرا نب محمد هلكن جما بيت المقدس دي مسنجي جورا واختلفوا قديما وحديثا في جواز رؤية الله تعالى، فأكثر المبتدعة على إنكار جوازها في الدنيا والآخرة. الردون ورا مبتدعة ورا باسا باسور بدعا جورا دنيا في آخرت رب يرقون انجلو جانسان. مبتدعان سم من المعتزلة والشيعة والإباضية، تلك معتزلات في الشيعة في إباضية، وأهل السلف والسنة أموا على جوازها فيهما وقوع في الآخرة. دنيا في آخرة تس رب رقون دندا آخرة أمو ومن توني أرقى ربي تنقنين أون وان سبتها تأوجي شرجنا ورأى أهل السنة لها خلاف نجر. ثم هل رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ربه أم لا؟ جيجا كيسة تمس خلاف نجر نبيين كان يربي أرقى ملاقر. اختلف في ذلك السلف والخلف لما عند برتيفي تعرفتس وردوريتي وربوداتس كان كيسة والإنكارن جيجا لها عائشة في أبو هريرة في جمعا سلف الرتي من مسعود ف وهكذا محدثون يدون ورا إنكار الراج نبي محمد ربي أقر رجاني مرن قري ورا سلفات الركعتان أرجع إجساتين أرجع رجال وجراء من عباس ف وروتا كنا كان ننججو. طيب مرني قرين ذهبوا إلى الوقف متين بينو دبينو نقل له وجد أني دابتا أرقى من أقرينو نقل له جاني ورا دابتا دابتا الراجة شولا. طيب آكلت مؤمن توني ربي سانيرغون خلافا قبو فرقة متزلة ترافضة تشيعة إبادية زمالة ورقا لفنجر اتيان حديثتي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص عن عبد الملك عن طائن عن ابن عباس قال رآه بقلبه ججار وديس قلبي ساتين أرجيتشوني محمد في قلبي بفؤادي مرتين، مرة عند وصولي إلى مستوى يسمع فيه سيف الأقلام إن فرض عليه 50 صلاة يرقي روسان، ومرة عند رجوعه لطلب تخفيف أعدادها روسان أرقيجا ترى لما قرت قلبي ساتين أرقيجا ابن عباس إجامتي قلبي أرقيجا تراتك يروني سميت ربنا ربه يروسان أرجع تراتك أمو يرو قديبو يرو واجبني صلاة سرقة مي قديبو سان أرجع. قال النووي والراجح عند الأكثر أنه رآه لأن ابن عباس أثبته وليس هو مما يدرك بالاجتهاد، إنما قالوا لأنه سمعه. وعائشة لم تسند النفي إلى حديث بل استنبطته واستنباطها مجاب عنها. كما سأتي إن شاء الله تعالى جين دوبا يبقى مناوين أكناجا تبين جالتو تاتي الراحة الدورة ريسا برتي ربي إسار جيتشو سني ابن عباس نسبة جيس ربي أرقو نسبة جيستو إسار أممسي سر دوفم نسبة جيسكون أكنوتي لفاكي واني جيري لفاكي إراتي نتيجو جيتشو عايشان كده بمسي استأمو استنباط أقول أتى حديثة بروت الراء آية الراء وأنا كذا كسي استنباطة وعلى كل إن استنبطت أدلة شريعة الراء أكنوتي كي سافر أتى أرجو إن دندم ولك وانجرو أمن تسين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج جميعا عن وكيع قال الأشج حدثنا وكيع حدثنا العمش عن زياد الحسين أبي جهمة عن أبي العالية عن ابن عباس إن قال ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين والنساتين
ترى لما أرجع أكنجي. حدثنا أبو بكر بن شيبة، أبو بكر بن شيبة حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش، حدثنا أبو جهينة أبو جهمة بهذا الإسناد. حدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن الشعبي عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة، عائشة بنت الفتى لم تيجي، فقالت يا أبا عائشة أنا جئت، ثلاث من تكلم بواحدة منهن واسدنا من دبته تكاسر راتاتي فقد أعظم قد سجد على الله الله رت الفرية كجبة. قلت نجد ما هن سين سمار جنان، قالت نجد من زعم لم نجد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، أن محمد ربي سارك كجي فقد أعظم على الله الفرية كجبة رب رت قد سجد رايا. ورقرين جمعي قروان جدا لما سيسون أي شادة إن أغر ريجون إجار إن أغر ريجون sabachisun ilmu abbasi ammo argaye chun suni jaganta in qalbin argaye chuda ya juran yahtamil kanata unni malaye chuda wori jami goris nijira ake ka rabbi bekatu salasu man takallama bi wahidati min hunna faqad a'zama ala allahi alfiriyat qultu ma hunna innan qalati man za'ama lam yajid anna muhammad sallallahu alayhi wasallam ra'a rabbahu faqad a'zama ala allahi alfiriyat قال وكنت انت متكئا في الفتا فجلست انت اوكي فقلت انت يا ام يا ام المؤمنين جن انذريني ما قبل قبل ولا تعجليني نتجرجرين الم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالافق المبين جن ربي ايه القران كذا ولقد رآه راى محمد ربه محمد ربي زار بالافق المبين وقدت لقد رآه نزلة أخرى لقمتي محمد ربي سارك جزلة أخرى ترى بروك زدت الله من جنة أكمت إنكارتا جاءت عادة تبتت ما جدت الرئي فقالت إن جدت أنا أول هذه الأمة أن يدور أمتك ناتي سألك قابتي درسون عن ذلك سنرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي آياتك أنا جلقبت أنا رسول قابتي معناك أنا فقال نجد إنما هو جبريل ناجي رسلنا فسري يا جبريل ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه بالأفق المبين جبريل نسنجد نبو أحمد جبريل أرقى لم أره على صورته سورة ساترة جبريل كان هنا أقرأ التي خلق عليها كان نرد ممسان غير هاتين المرتين ترى لمن تنكزت ملئ رأيت ذكالين أرقى منهبتا قدبوا هالتي من السماء سمراء أهلة كوني منهبتا إني سمير رقب أهلتين من السماء سمير رقب أهلتين ججورا سادا شوف أهلتين عظم خلق ما بين السماء إلى الأرض يوان جد سمير أمد جت فقالت نجد أولم تسمع إن أجي أن الله يقول ربي نجد لا تجرك الأبصار سينكنوا آية قرآن كان هربت استنباط رفو مغيسة ورت إجي ربي رب لا تدرك الأبصار وجن تنكب وهو يدرك الأبصار إن الجنين لكبا وننجر جنة وهو اللطيف الخبير اللطيف الرفيق على عبادي قبرن ساترة سلافاته الخبير كبيكاته بمواطنهم كظواهرهم أكاكي أكاكوبا ساني بيكوتي كيس ساني اللي بيكا كتأجي جورا أولم تسمع إن أجيني أن الله يقول الله نجدا وما كان لبشر الا ما مات بهم بربدم ان يكلمه الله ولا نسدبسون الا وحيا حال بيست قرات اتمال الا بوحي والهام في قلبه لا بواسطه شخص اخر اكلمت في ما في قلبي ساك يستي خين يلت نرجتن في ما يست ودرب ولا بسمعنا عن كلام الله وحيتون اتذبته سنتين نملت رجو سنتين أكنا دلقي قلبي ساكي ستدربو جاتشو أو من وراء حجابي يوكا قردوتو بمالي قاب كان مالي كايل حالا كانت مالي اللهان إلي منواتوكو قدو بسوهين تاني أو يرسل رسولا أو من وراء حجابي جاتشوني قردوتو بمالي إلا وحيا إلا بوحي وإلهام في قلبي لا بواسطة شخص آخر ولا بسمع عينك
كلام الله تعالى كما في أم موسى وكما في رؤية إبراهيم في المنام بذبح ولده أو من وراء حجاب أي أو إلا بأن يوصل إليه الوحي من وراء حجاب لا بواسطة شخص آخر، ولكنه يسمع أين كلام الله تعالى من غير رؤية ذاته كما وقع لموسى معنى نكنجو آية ما كان وإن بربادم لبشر إلا نماتيف أن يكلمه الله ولا نسد بزن إلا وحيا حال قلبي ساكي ستي بيس دربات اتمالي حرانا ماتي الأسنتين صوتي قرتي ربي تسوسين أغين أو من وراء حجابي يوكا قردود ومالي جتشوني ملائكه ترجع يعني جردو دو ملائكه جردو دو بان خيت ملت الرب بن جورا كلام ربي لاغي كن اما غا كلام ربي لاغي من وراء حجاب نين كون جردو دو بان ني لاغا اي ني خدو يال لين ارغيتو جردو دو بان ملائكه غاف كنا ني لاغا واستانا ماتي نسونتين نسونتين رب من سغله يسع عز وجل لاغي سيجو أو يرسل رسولا جيتون كنو كما ليكا رغوان إرغا رغوان ملك فيوحي بإذنه ما يشاء فيرسل ذلك الرسول إليه إرغا سنك مساني كيسا بإذنه هيا مربيتي ما يشاء وان في الإجيس إنه علي حكيم قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمني جدي رسول ربي كتب ندوي شيئا وهي ذكا من كتاب الله كتاب ربي ترى ندوي شيئا جدي فقد أعظم قد سجر على الله الله رت ألفية ذاك جبا والله يقول الله نجدا يا أيها الرسول يا إرجع بلغ قيسي ما أنزل إليك وانقم كتيب وفمي من ربك ربي كترى وإن لم تفعل يوه دلقين فما بلغت رسالته وان قيسي نرجع إسا قالت نجي ومن زعم نمني جدي أنه يخبر بما يكون في غد وان برم برم برمتا كيست ارغم رسول ودي سنم نجيس فقد اعظم على الله الفريتا رب الرتك جبك تسجرا والله يقول رب النجا يعلم من في السماوات والأرض هم بيه يا محمد إسان واسمي كيسجراني فيك تجي كيسجرانيس الغيبة ما غاب عن المخلوق وان أمر مخلوق الرفقات أمر وانفقات إلا الله والله بلي سبحانه وتعالى طيب جيتي سيرة سريرة لا تدرك الأبصار دليل ورتيق وتمتن أرقن جتبالي دوبا نبي محمد الأرقن يتورت وثم دليل ورتيسين يقع إدراك هيتشون وان تكا قبرة إلاك هيست اتلاك أول أجيان إحاطاك النتجران قوت التوان سنرقو كيسا قبول تارقو جتورا سن إلما نماتين هم اللي جان سن وان إلما نماتين دوميت وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود بهذا الإسناد نحو حديث من عليا وزاد داود اندبا يجورا ولكن زاد قالت ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتم الرسول ليس صوته شيء او هيتك مما علي ورتب همرة لكتم هذه الآية سلا آية ليس وإذ تقول أي أنك نت واذكر يا محمد بقلبك قلبك تياتي قصة وقت قولك أدو يروج جكيتي سن يوكم تبدو بد للذي أنعمته للذي أنعم الله عليه يسربني فكرني سيروجت أمسك عليك زوجك جارتك كفتك جتون وفرت تقومن كفتك جان جبيفت هنيكين زيدين أكنجا يارتيت زينب انت نجحش كبر بجان نيكن واتق الله جتك دامت في ربي صدر فلا تطلقها انت لكن
وتخفي كروي فتمو في نفسك لبوك يا ست لبوك يا ستي ما الله مبدي وربي قد ملي سوفتا شني مالي يو انك هي كوتاتي يو كاي كوتاتي انا فورا لا فم بدي يجو كيسا كبر رسول الله جابي فدو هنا افان ان كانتين دوغما جابي فدو جان يوم مو غرتني كديتي غدي سوتات لا فم بدو انا فورا اوف كيسا كبر والله مبدي كرب كربي غرتي ملي سوفتا وتخشى الناس مو هنا مسوتات اكاس جدي نمتي ماچونغا نول فاتنمت yo ati hikte anafu dagaru nikin namanje chuni ka jelure anafu namra kam fate chura wallahu ahqu amma allah turja an takhsha sudatu rat tayyib makhluq ar rakalu masudatan ilaje jala busi rabbina azza jalla sudar rabbitana ak sudawa hundati ulittilalan rubaji sayju tayyib حدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا اسماعيل اسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال سالت عائشه عائشه ان كافته هل راى محمد صلى الله عليه وسلم ربا وما ربي سار كجرا قالت تنجت سبحان الله لقد قف شعري لما قلت وانا اتجت كان ابجت امر يبدو نتلفت من ترفيه سرار الدابه وسأقل حديثة بقصة حديثني أوفي أن إسماعيل بن أبي خالد بقصة بوجهه وتبقي كرائسات ودوسا قوتساني وحديث داود حديث داود يمو أتمر رقوت وأطول رديلا حديث إسماعيل أبا خالد رديلا لنا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبو أسامة حدثنا زكريا عن ابن أشوع عن عامر عن مسروق قال قلت لعائشة فأين قوله ما يتربي معنى سامان ثم دنا فتدلانسون وكان قاب قوسين أو أدنانسون فأوحى إلى عبده ما أوحى قالت نجت إنما ذاك سن جبريل جبريل عليه السلام كان يأتيك رسولة الأفتاء في سورة الرجال سورة إرتولي الأغيست إرتولي الرأيم فكات إنان ديحة الكلب وإنه أتاه في هذه المرة إني ترى تنكيزة التروفية تجرى في سورة سورة ساكيزة التي هي سورة فسورة ساكيزة تسن فصد أفق السماء مقاسة ميدا كسي تكفي مقاسة ميدا كما كمنا قولوا ساكيزة تكفي فصل في قولي صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه وفي قولي رأيت نورا نور أنا أراه ربي إنك يا نورة إسام مرسال أكم تسأرق وفي قوله رأيت نورا نور أرق أنا كي ستعصي نشورا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ربك قرت قال نور أن أراه إنس النور أكم تسأرق حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي أو حدثني حجاج بن الشاعر حدثنا عفان بن مسلم حدثنا همام كلاهما عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم مايكين جالس نجيب على أصحابه.
أما تشوف الموتور يعطيكم العافية. باب قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام، إن الله لا ينام، وفي قوله حجابه النور. باب قوله صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى لا ينام الرفو، وفي قوله حجاب النور، حجاب ربي نورا إفادة، لو كشفه صوف الرساك نورا سن لا أحرقت سلاني قبض سبحات وجهه في سيغرتي فول ربي عز وجل ما انتهى اليه بصره وان اجي ساتي هندا من خلقه وما ساتر وما لفرتنا فنجتو باب قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام وفي قوله حجاب النور. حدثنا ابو بكر بن شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، كلمات شنين كيس الأبد. قال إن الله عز وجل لا ينام الله نرفه، ولا ينبغي له أن ينام رفه لنسان بربادم، يخفض القسط ويرفعه. حقا كان قرأت ميزانا كان قد بوسى، ميزانا قد بوسى ويرفعه ألف الأمس. طيب بمعنى يقتر الرزق على ما يشاء، أبا في الرزق رزق يتربسا، أبا في الأمو يبسط الرزق على ما يشاء، اتبع اللي سيجو والفودان سن يرفع إليه كما ربي والفودة ما عمل الليل دلقان حلقني قابل عمل النهار دلقا قيادة تنجرت، وعمل النهار دلقان قيادة الليل قابل عمل الليل دلقا حلقني تنجرت والفودة ما يأ تبالو جيسين من سنة tani to koyo bisada lagi ora tae maga gal mesu jirami sene bahe sene bahe yo ka samatu sena yero bahu gal mesa bahaje chu duba akrale na kasum buyu wa to ragal mefa ka enam tije woni duba wala kanada la gujira raka geza wala kanada la gujira gal mer ragal rafu sarafe kata bani حجاب النور حجاب نساء قردو نساء نورا. وفي رواية بكر النار جاءت جرا إبدا جاءت جرا لو كشفه سوساك لا أحرقت سلاني قبدي سبحات وجهه ابن النفول إسا منتهى إليه بصر وان الجساء اتقاه من خلق أماسات الرا وان الجساء اتقاه هندايته. وفي رواية النار جدتشاو ديسي رواية لتشاو ديتمون نمالا يوكاو ديسان تكوبرا دوانقرون نمالا وفي رواية أبي بكر عن الأعمش ولم يقل حدثنا ولم يقل أبو بكر لفظة حدثنا أبان بكر لفظة حدثنا عن جن وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بربع كلمات كلمة أفر الرسول النكيس الأبتة ثم ذكر ندوبة مثل حديث أبي معاوية ولم يذكر من خلقه وقال حجاب النور ولم يذكر جرير جرير كن ندوبة ذكر ندوبة جرير بمثل حديث أبي معاوية ولم يذكر جرير ندوبة لفظ من خلقه يجان دوبة وقال جرير كن جرى حجاب النور جرى كما قال أبو كريب نقوم أبان كريب جيجيجو حدثنا
محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعين دبي فري رسول الله كيس رابط إن الله لا ينام الله نرفع تكتان ولا ينبغي له أن ينام رفع لين سهم برب آدم يرفع القسط ويخفضه ميزان كان ألفورا قد يبوس سمس نما قريب درجة سو ألفورا قريب قد يبوس يجورا أو جري سات ألفورا ممكن قبهم وقسم ويرفع إليه عمل النهار دلقان قجا قم يساو الفورا بالليل لكان كيستي وعمل الليل دلقان لكان يتلي بالنهار قجا كيستي والفورا ماجه دلقان لكان يتلي وعمل الليل بالنهار عمل النهار بالليل دلقان قجا دلقان هل كان سميجر هل كان دلقان قجا سميجر هذا ستة أبتا صحيح ومسلم نجدت ولا نجدت بلا كيرو كره بابا في أيونس جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة عليكم.